تعرضت الآثار التاريخية الهامة حول العالم على مر التاريخ إلى السرقة أثناء احتلال الدول أو عن طريق المهربين، وبعض هذه الآثار والكنوز وجدت طريقها في أوقات لاحقة إلى متاحف دول أخرى، ولكن الكثير منها لا يزال مفقوداً حتى يومنا هذا. بدءاً من غرفة كهرمان وصولاً إلى تابوت العهد، سنقدم إليكم أهم 6 كنوز أثرية فقدت عبر الزمن ولا أحد يعرف مكان وجودها حتى الآن. وصف من رآها بأنها لو كانت موجودة الآن لكانت العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا. كانت الغرفة عبارة عن 11 قدماً مربعاً تتكون من ألواح جدارية كبيرة مطعمة بأطنان عديدة من أحجار الكهرمان ذات التصميم المذهل والمرايا الكبيرة المنقوشة في حوافها أوراق شجر ذهبية وأربعة نقوش فسيفساء إيطالية بديعة. والكهرمان داخل في هذه الغرفة في صورة 3 درجات مطعمة بالأحجار الكريمة وخزائن العرض الزجاجية والتشكيلات الفنية التي تم تجميعها من روسيا. الغرفة في الأساس من تصميم ملك بروسيا فريدريك الأول، وأعطاها هدية لقيصر روسيا بطرس العظيم، لذا فإن موقعها كان في قصر كاثرين بالقرب من سانت بطرسبرغ. وتبلغ قيمة غرفة الكهرمان اليوم 142 مليون دولار. وحين وجه هتلر آلة الحرب النازية في اتجاه روسيا أصيب حرس الغرفة بالهلع وحاولوا نقلها، إلا أن الكهرمان بدأ في التفتت مما دفعهم إلى محاولة تغطيتها بورق الحائط، لكن لم ينجحوا في ذلك. وحين اقتحم النازيون المدينة في أكتوبر 1941 استولوا عليها وعرضوها في القلعة، ولكن حين استسلمت كونغسبرغ في إبريل نيسان 1945 لم يعثر على الكنز الأسطوري في أي مكان في القلعة، ولم تظهر الغرفة بعد ذلك أبدا. فهل دمر السوفييت دون قصد كنزهم بقنابلهم؟ هل أخفيت الغرفة في مستودع ضائع تحت الأرض خارج المدينة؟ أم هل دمرت الغرفة حين احترقت القلعة بعد فترة وجيزة من استسلام المدينة؟ وربما لن نعرف أبدا ما حدث لها على وجه اليقين. لم يقضي القرصان المشهور بلاك بيرد سوى 2 عامين 1716 إلى 1718 في سلب السفن، غير أنه خلال تلك الفترة الوجيزة جمع ثروة طائلة، وفي الوقت الذي كان فيها الأسبان مشغولين بحيازة كل من الذهب والفضة التي تمكنوا من استخلاصها من المكسيك وأمريكا الجنوبية، فإن بلاك بيرد وزملاؤه انقضوا على السفن المحملة بالكنوز أثناء عودتها إلى أسبانيا. بنى بلاك بيرد لنفسه مهابة في قلوب الناس بسمعته كشخص انتهازي وحشي وقاسي، وتمركزت إمبراطورية الخوف التي أقام حول جزر الهند الغربية وساحل المحيط الأطلسي في أمريكا الشمالية، وحلت نهايته في نوفمبر 1718 حين قطع الملازم الإنجليزي روبرت ماينارد رأسه وعلقه على صاري سفينته كتذكار للانتصار الكبير. لكن ما الذي حل بالكنز العظيم الذي جمعه بلاك بيرد؟ أقر القرصان بأنه دفنه في مكان ما، ولكن لم يفصح أبدا عن موقع الدفن. ويعتقد أن سفينة بلاك بيرد الغارقة واسمها كوين أنز ريفينج قد عثر عليها بالقرب من بوفورت كارولاينا الشمالية عام 1996، ولكن الكنز لم يكن على متنها. كانت مدينة ليما بالبيرو عام 1820 على شفا حفرة من اندلاع ثورة، وكإجراء احترازي قرر والي المدينة نقل ثروتها العظيمة إلى المكسيك للحفاظ عليها، وشملت الثروات المنقولة أحجارا كريمة وشمعدانات وتمثالين ذهبيين بالحجم الطبيعي لمريم العذراء تحمل طفلها المسيح، وملأت الكنوز إجمالا 11 سفينة وبلغت قيمتها حوالي 60 مليون دولار. وأسندت مهمة نقل هذه السفن إلى الكابتن ويليام تومسون بنقل الكنوز إلى المكسيك، غير أنه كان على الوالي أن يسأل جيدا عن سيرة الرجل الذي سلمه هذه الثروة الهائلة، ذلك لأن تومسون كان قرصانا وكان معروف عن القناصين بعدم الرحمة. وبمجرد أن توغلت السفينة في البحر قطع رقاب الحراس وألقى جثثهم في البحر،
توجه تومسون إلى جزر كوكوس بالمحيط الهندي قرب أستراليا، حين يزعم أنه دفن الكنز هو ورجاله، ثم قرروا بعد ذلك التفرق والاختفاء حتى يهدأ الوضع، ثم يجتمعون بعد ذلك ويقسمون الغنائم، غير أن السفينة تم احتجازها ومحاكمة طاقمها بتهمة القرصنة، وأعدم جميع أفراد الطاقم باستثناء تومسون ومساعده الأول، ولكي ينجو بحياتهما وافقا على إرشاد الأسبان إلى مكان الكنز المسروق، واصطحبوا الأسبان حتى وصلوا إلى جزر كوكوس، ثم تمكنا من الفرار إلى الأدغال، ولم يرى أحد تومسون ولا مساعده الأول ولا الكنز بعد ذلك أبدا. ومنذ ذلك الحين حاولت أكثر من 300 حملة تحديد موقع كنز ليما، والنظرية الأحدث هي أن الكنز لم يدفن في جزر الكوكوس أبدا، وإنما في جزيرة غير معروفة قبالة ساحل أمريكا الوسطى، حين عثر هوارد كارتر على مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك بمصر عام 1922، أذهله كم الكنوز التي اصطحبها الملك الشاب معه إلى الحياة الأخرى، وأرفق بغرفة الدفن خزينة تحتوي على العديد من المجوهرات والآثار. لا، ومع ذلك عند اكتشاف المزيد من غرف الدفن لفراعنة أعلى شأنا في أواخر القرن التاسع عشر، كانت غرف الكنوز الخاصة بهم شبه فارغة، ولم يكن خافيا على أحد أن لصوص المقابر نشطوا في نهبها على مر القرون، ولكن نطاق السرقة اللازم لإفراغ مقابر الملوك لا يقدر عليه مجرمون صغار. إذن أين الثروة الهائلة التي دفنها الفراعنة في وادي الملوك؟ بعض العلماء يعتقد أن الكهنة الذين أتموا عمليات الدفن في وادي الملوك إبان فترة الأسرتين العشرين والحادية والعشرين قد نهبوا تلك الثروات، بالتحديد الحاكم حريحور كان محل تركيز خاص، ذلك أنه كان مسؤولا كبيرا في عهد رمسيس الحادي عشر، واستولى على العرش بمجرد وفاته ليقتسم المملكة مع شريكه في المؤامرة، فنصب حريحور نفسه مسؤولا على مراسم إعادة الدفن في وادي الملوك، ليعطي لنفسه بذلك فرصة ذهبية للنهب على نطاق واسع. بالنسبة لبني إسرائيل كان تابوت العهد أجمل شيء على وجه الأرض، ووفقا للكتاب المقدس اليهودي التوراة، فإن التابوت المحوري والمركزي في حياة الأمة العبرية كان عبارة عن صندوق مزخرف. صنع هذا التابوت الذي يبلغ طوله 44 بوصة وعرضه 26 بوصة وارتفاعه 26 مثلها من خشب السن، وهو مرصع من خارجه وداخله بالذهب الخالص، ومحاط بإطار ذهبي بديع، وثبت على الغطاء الذهبي المتين تمثالان ذهبيان، واحد عن كل طرف ورأسهما إلى بعضهما البعض، برأسين منحنيين وأجنحة مبسوطة إلى الأعلى. أدى التابوت وظيفته السجل المقدس لحفظ البقايا المقدسة، بما في ذلك اللوحان المقدسان اللذان نقشت عليهما الوصايا العشر. ونظرا لأن التابوت كنز ديني وتاريخي، فإن قيمته ومحتوياته لا تقدر بثمن. وفي عام 607 قبل الميلاد حاصر البابليون القدس عاصمة مملكة يهوذا مستقر هيكل سليمان الذي احتضن التابوت واستولوا عليها. وبعد 70 عاما حين عاد بني إسرائيل ليعيدوا بناء المدينة، وجدوا تابوت العهد قد اختفى، وظل مصير هذا الأثر الذي لا يقدر بثمن محل تخمين كبير منذ ذلك الحين. وسمت اعتقاد سائد أن العبرانيين أخفوا التابوت لحمايته من البابليين، ومن بين الأماكن التي يحتمل أنهم أخفوا فيه جبل نيبو في مصر أو في أثيوبيا أو في كهف في وسط مدينة يهوذا. ولكن إذا كان التابوت قد أخفي، فلماذا لم يستخرجه العبرانيون عند عودتهم إلى القدس وإعادتهم لبناء الهيكل؟ وصلت محاولة كسر الأسبان لإمبراطورية الأزاتيك في المكسيك إلى ذروتها في 1 يوليو 1520، وبعد أن أصاب إرنان كورتيس الإمبراطور إصابة قاتلة، حوصر هو ورجاله من قبل محاربي الأزاتيك. وبعد أيام من القتال الشرس أمر كورتيس رجاله بتعبئة كنوز الإمبراطور استعدادا للفرار ليلا، غير أنهم لم يتمكنوا من قطع مسافة طويلة إلا وقد انقض عليهم الأزاتيك،
وملأت المسبحة التي أجمعت بينهم في بحيرة تكسكوكو بجثث الأسبان وبالكنوز المسروقة. وقد ألقى الجيش المزعور ما نهبه في محاولة عابسة للفرار والنجاة بحياتهم، ولكن تمكن كورتس ومعه حفنة من رجاله من الفرار بحياتهم، وعادوا بعد عام للأخذ بصقرهم. وحين علم السكان باقتراب الغزاة، دفنوا ما تبقى من كنوز المدينة في البحيرة كمحاولة لمنع وقوعها في يد الأسبان المهووسين بجمع الذهب. ولليوم لا يزال الكنز الكبير مخبأ لمدة حوالي 5 قرون تحت الطين والأوحال في محيط مدينة مكسيكو، وهو المكان الذي كانت مدينة الأزاتيك قائمة فيه. وقد سعت أجيال متتالية من المنقبين عن الكنوز لاستخراجه، ولكن دون جدوى، بل إن أحد رؤساء المكسيك السابقين قام بتجريف قاع البحيرة ولكن دون العثور على الكنز. ومع كل ذلك يوجد العديد من الكنوز المفقودة تحت باطن الأرض لما نصل إليها حتى الآن. إذا أعجبتك الحلقة فلا تتردد في الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.